اسماعيل. اه مرحبا عمر. صباح. طيب قاعد. تفضل يا اخي. تمام امورك؟ الله الحمد لله. مالك قاعد تفكر كده؟ والله يا اخي عندي برنامج يا اخي. برنامج؟ برنامج يا اخي. انا ما من امس كي كان نجمع كل اللي حصلك كامل كما مرته قبلت البيت كله بدري كم. شنو اللي حصل؟ والله يا اخي نويت لزواج. زواج؟ عندي زواج. والمشكلة شنو؟ المشكلة البيت اللي اخترتها دي ناس اغنية مرة واحد كبس وخايف يا اخي سيد القرص. القرص مرة وخايف ندخل مرات يقول المهر يكون خالي مرات ياباني ما معروف وصل قد نشاور امي ذكي متردد نمشي ولا نرجع نمشي ولا نرجع بس خلاص المشكلة ما مشكلة هنا المشكلة ده هم كي شبتكي هل ناس متدينين ولا عندهم دين كيف في بيتهم كده؟ والله في عشان ده انا اخترتهم ده ناس متأدبين ومتدينين وناس لازمين الشريعة هذا انا ننصحك ما تتردد امشي بدون تردد ان شاء الله نجاك والله القريب بس خايف لا ما تخاف اخي ما تجيب ما تخيب الامل بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله انا نتمنى النجاح بس لكن خوف ما يعني اها ما تخاف ما دام الزواج عنده خير ترى هم ما بالذنوب وما لكن ان شاء الله بس نتمنى لك التوفيق ما تخاف انا اقول في الايام دول لا نعم اسماعيل يا اخي يا سما اخي كيف الخطه يا اخي الخطه نجحت يا اخي اي الحمد لله الحمد لله من نجح ده كله الحمد لله يا اخي والله هم كل دول فاتوا قال لك رسالة 80 60 قبل قال لي 20 بس الاخر روح يتكفل يا اخي يا سلام كم ما شنو يا اخي كثره انا ما اريتك اريتك سي ايه يا يوم فرحتي ما تهجى يا اخي فرحتك دي يا اخي انا ذاتي هني كي افري خلي انت انا واصل نلومه ماك بس يا اخي ان شاء الله ان شاء الله نلومه بابا تو تعالى رح نلومه هسه شي اوكي يس الحمد لله والله يا اخي